النهارده معايا كمبيوتر جديد في درس جديد للمحترف التكنو المانجا، وانا الاحترافية لتعلم الاحتراف، طريقة الاحتراف للاحتراف. اوكي، الان سنبدأ درسنا. هو درس اليوم، درس اليوم هو تحميل لعبة بيس باتش، خرافي باتش، فاير باتش، فاير جي، اسف. يعني ساذهب الى اللينك اللعبة الى هنا. اذا لا يوجد عندك P6 ستحمل هذا الرابط الذي كان في الفيديو اللي فات. طبعا الفيديو اللي فات كان طريقة تركيبه، هديك برضو الرابط برضو. اوكي، خش على بيس ملف ده بتاع بس، بدوس داونلود وبطلع. طبعا بس خلص عندك، دوس على الكمبيوتر، تدوس على بي اي، بجيب على الملف اللي انت حاطه، حط الملف. استني، ايوه بتحمله، بيدخل فك الرابط، بتدوس على اكسترا تير، في هنا ايجي فاير باتش اوبشن فايل، ايجي فاير باتش. طبعا بتدوس على الدات، دوتو كيت فاير، السطب واللوج بجي من هنا، وفي ملف اللعبة الأصلي بدوس هنا. اوكي، بدوس بعد ما اجيب هنا، بجيب الى الملف اوبشن فايل وبدوس فيرجن سورس كود 6، بدوس كوبي، وفي الدوكيمنتس بدوس هنا، بدوس بيست. بعد ما ادوس بيست اللعبة هتشتغل عندك. جربها كتجربة، نخش على اللعبة، ننتظر عندما تفتح اللعبة، ستفتح معك. اوكي، سيفتح معك اللعبة بذلك الافتتاح. اللعبة بهذا الشكل، الدوري المصري ممتاز ممتاز. سأذهب إلى اللعبة وأدوس هنا، سأذهب إلى الماتش وكل النوادي، الأهلي الزمالك، كل الدوريات هنا في الباتش. وكان معكم أخوكم زياد في فيديو جديد من مختلف التكنيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.